أطريق السيارة الرابط بين طنجة والدار البيضاء عبر العاصمة المغربية الرباط، من أكثر الطرق استعمالاً في أفريقيا. إنجازه ساهم في إعطاء نفس اقتصادي لكل المنطقة الساحلية الشمالية للمملكة. في ضاحية الرباط، هذه الطريق تقطع في المقابل غابة المعمورة، أكبر غابات الفلين في العالم. الغابة أصبحت اليوم مهددة بالاندثار. مع مطلع التسعينيات بدأت منظمة الزراعة والأغذية الفاو تدق ناقوس الخطر. الصور الملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية تظهر هنا باللون الأحمر اتساع البقع الجرداء وسط الغابة، وهنا بالأخضر كل المناطق التي أخفقت بها عمليات تشجير. اليوم مساحة الغابة في تراجع مخيف. تهديد آخر، الرعي المفرط، ويأتي بعد قطع الأشجار حسب الخبير الفرنسي بيير دي كومب الذي يدير مركز للتكوين المهني في المجال الغابوي. دعاه المغرب للمساهمة في مشروع إنقاذ غابة المعمورة. Sur 130 000 hectares, à peu près, de tous les problèmes qui se posent actuellement au niveau planétaire en termes de développement durable. Nous avons les problèmes. فوق هذه المساحة حوالي 130 ألف هكتار تتركز كل المشاكل التي يواجهها العالم فيما يخص التنمية المستدامة. الزحف العمراني والكثافة السكانية والرعي المفرط منع الغابة خلال السنوات الأخيرة من تجددها الطبيعي وفاقم التصحر. Une perte progressive de l'humus et des plantes qui fait que moi j'ai vu ici en l'espace d'une dizaine d'années une progression extraordinaire de l'ensablement de la Mamoura. مع بيير نرحل إلى دوار أيتالي موسى في قلب المنطقة الغابوية للمعمورة. إنقاذ الغابة بالنسبة له يعني حظر الرعي المكثف مقابل بدائل سوسيو اقتصادية للسكان. هذه الفكرة تمت بلورتها على شكل مشروع للزراعة المعيشية بتعاون بين جهة الرباط سلاز مورزعير وجهة الرونالبا الفرنسية. أولى الخطوات حفر أبار للسقي لفائدة حوالي 12 أسرة. المشروع صغير لكونه تجريبي، لكنه سيتسع ليشمل أسرا إضافية في محاولة لإنقاذ المعمورة رئة المنطقة. على المدى القصير هذا المشروع لا يرمي سوى إلى توفير الحاجيات الغذائية اليومية للسكان، لكنه ساهم في تقليص مصاريف كل أسرة لاقتناء الخضرة والفواكه من السوق باعتبار أنها لم تكن قادرة على تحقيق اكتفاء ذاتي من حيث هذه المواد. أعتقد أننا بهذه الطريقة قد نساهم في الحفاظ على الغابة وتخفيف الضغط عليها حتى نتمكن من تطبيق برامج التشجير. مع سنوات بيير صار معروفا في المنطقة. النساء يحضرن له طبق الكسكس بخضر جنينها من الأراضي التي يحرثنها بأنفسهن. تغيير العادة هنا يتطلب بعض الوقت، لكنه يسير قدما. بيير لا يبخل على السكان بالنصائح وهم لم يعودوا يترددون في السؤال. في غابة المعمورة كنز طبيعي آخر، الأعشاب الطبية. فتحة بلقلة المسؤولة عن مصلحة البيئة بجهة الرباط سلا زمور زعير تتحدث عن تراث بيولوجي ينبغي إنقاذه. النساء يستخدمن هذه الأعشاب للتداوي من الحمى وألم الرأس والمفاصل. قد يستخدمنها أيضا لعلاج البهائم.
بمساعدة خبيرة في النباتات الطبية تم تصنيف هذه الأعشاب وتحديد خصوصية التداوي لكل واحدة. نساعد هؤلاء النساء على زراعة الأعشاب الطبية وبهدف الحفاظ عليها، كما نشرح لهن كيف ينبغي قطفها حتى لا ينزعن الجذور. إنه نوع من التوعية. بعيدا بحوالي 10 كيلومترات كنا على موعد مع مربي النحل بتعاونية المستقبل في محيط غابة المعمورة. محمد صابر من أصغر أفراد التعاونية يشرح لنا دوافع اختيار هذا المجال. الغابة متنفس اقتصادي مهم لسكان المنطقة، والعسل منتوج يلاقي طلبا كبيرا في المغرب للغذاء والشفاء تقريبا من كل الأمراض. من هذا المنطلق تحاول السلطات المغربية تشجيع تربية النحل في المنطقة بهدف آخر، وقف الهجرة نحو الحواضر. العديد من المربين استفادوا من دورات تكوينية، ومع أن نسبة الأمية مرتفعة في البوادي إلا أن نتائج الدورات التكوينية كانت مدهشة وحتى مشجعة. التعاونية تتسع اليوم بفضل برنامج رعاية. سنقترح على 5 مربين الانضمام إلى التعاونية، نمنحهم 20 خلية لتربية النحل على أن ينجحوا في رفع العدد إلى 70 خلال 5 سنوات. عندها يعيدون الخلايا 20 التي ستذهب لمربين جدد، وهكذا. الهدف من هذا المشروع ضم حوالي 100 مربي نحل إلى التعاونية في أسرع وقت، بهدف تحويلها إلى مشروع أكبر تكبر معه الإفادة بالنسبة للسكان والغابة. مشاريع لتنمية المستدامة لمستقبل أكثر ازدهارا لسكان المنطقة، ومشاريع للتشجير لمستقبل أكثر اخضرارا لغابة المعمورة المغربية. Oui, tu le démontes de temps en temps. Alors, ici.